بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المنتزه الخاصة، معكم مستر أحمد رجب. إن شاء الله هنكمل قصة طموح جارية، ودلوقتي معانا الفصل الرابع عشر بعنوان النصر. عرفنا طبعا في نهاية الفصل الثالث عشر إن المصريين استطاعوا هزيمة الفرنج هزيمة ساحقة، وكادوا أن يقضون على جيش لويس التاسع مثلما قضوا على جيش أخوه من قبل. دلوقتي وصل في الفصل الرابع عشر توران شاه إلى مصر، فطبعا شجر الدر لم تجد أي مشكلة من إعلان خبر وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب، ولكنها أيضا لم تخلي يدها من الأمر، لأنها تعلم أن هذا السلطان الجديد توران شاه لا هم له سوى شهواته وسوى متعته الخاصة. وفعلا كما توقعنا، عندما وصل توران شاه إلى حكم مصر لم يهتم بالموقف، وبالفعل بدأ عمله بسقطات أغضبت منه جميع الأمراء وغضب الأمراء منهم، كما أنه ذهب إلى شجر الدر يطالبها بمال أبيه في غلظة وجفاء، ولم يقدر لها أي موقف قامت به للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، وعلى وخاصة أنها استطاعت هزيمة الفرنج. فذهب الأمراء إلى شجر الدر يغضبون ويشكون له من هذا الرأي أو من هذا السلطان الذي لا يصلح أن يكون ملك للمسلمين وملك للبلاد في هذا الوقت الحرج. فطبعا شجر الدر مستاء جدا وقالت لهم: ولكن البلاد الآن في حالة حرب، ويجب علينا أن لا نفكر في هذا الأمر، لأن الوطن أولى بكل ذرة من تفكيرنا وأحق به. فقالوا لها: ولكنها إهانات متكررة يا مولاتي، وحمق لا يطاق ولا يسكت عليه، وهذا سوف يؤدي إلى هلاكنا. فقالت شجر الدر وهي تعلم مدى الألم الذي يعاني منه هؤلاء الأمراء، فقالت: الذي مد سيفنا إلى عنق درطوة قادر أن يخلصنا من هذا البلاء، تقصد طبعا ممكن يقوم بقتله، ولكن بعد أن ننتهي من المعركة بسلام. وقالت هذا الكلام لمين؟ لبيبرس الذي قتل درطوة من قبل. طيب بعد كده سألت شجر الدر: كيف سوف نقوم بمهاجمة الفرنج في المعركة القادمة؟ أخبرها بيبرس أننا يا مولاتي انتهينا من صنع السفن، وسنحملها مفصلة إلى بحر المحلة حتى تقوم باعتراض أي سفن قادمة من دمياط لمساعدة الفرنج في هذا المعسكر الذي هزموا فيه. وبالفعل بدأت الأخبار السارة تصل إلى شجر الدر، وكانت شجر الدر طبعا تقوم بهذه الأخبار وتحاول أن توصلها في كل مكان في مصر. من أهم الأخبار التي وصلت إلى شجر الدر أن السفن المصرية قامت باعتراض السفن القادمة من دمياط للفرنج، وكان فيها السلاح والعتاد والطعام، فقام المصريون بالاستيلاء على هذه السفن، وكانوا 32 مركب من بينهم 9 شواني، وقبلهم كمان كان 52 سفينة أخذهم المصريون وقتلوا جميع من فيها، قتلوا منها 1000 جندي من الفرنج. ثم بعد ذلك قلنا 32 مركب تاني ومنهم 9 شواني، وقتلنا برضو كل الرجال اللي كانوا فيها. لويس طبعا قاعد كده متفزع، ليه؟ لا يستطيع ان يجد طعام او شراب، وهو وجنوده اصبحوا مثل الحيوانات التي تأكل القمامة وتعيش على الاعشاب النباتات وعلى الاسماك وغير ذلك، واشتد بهم الفزع بسبب ما فعله فيهم المصريون ومنعوا عنهم الغذاء عندما استولوا على السفن السابقة. لم يطل طبعا الوقت بمين؟ بلويس التاسع، ولم يتحمل هو وجنوده الجوع، فأرسل لويس التاسع إلى شجر الدر بعض من رجاله حتى يعقدون معه أي اتفاق، وأرسل الرسل ويعرض على شجر الدر أنه إيه؟ سوف يخرج من دمياط ويسلم البلاد مقابل أن إحنا نسلم له بيت المقدس وبلاد الساحل من الشام. فطبعا بدر الدين مندوب العرب اللي كانت بعتها شجر الدر للتفاوض معهم، ماشي، طبعا قال ساخرا: ماذا يعرض لويس وكيف يتخيل
أننا سوف نوافق على هذا العرض أو نعيره التفاتة. يعني كيف ألم يعلم إلى اليوم حرصنا على القدس اللي هي ثالث الحرمين وأولى القبلتين ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمكانة العظيمة في قلوبنا لها، لن نترك أي شبر من أرض إيه الوطن، بل إذا أراد لويس التاسع ومن معه من الفرنج أن نتركهم ونجعلهم يرحلون في أمن لهم، يتخلوا لنا هم عن كل ما في أيديهم من البلاد العربية ماشي دون أي شروط، وسوف نرضى بهذا الثمن إشفاقا على هذا لويس التاسع المسكين الذي وضع نفسه في أحرج مكان، فلا إلى دمياط وصل ولا يستطيع، لا إلى المنصورة وصل ولا يستطيع العودة إلى الفرنج وإلى بلاده، وسوف يكبر ويدفن في هذا المكان الذي اختاره ليكون مثواه الأخير. هل يظن لويس التاسع أنه عندما يأتي إلى أرض العرب سيعود منتصرا؟ لا، بل سيكون فيها ولكن سيسكن مصر مش في الجنات بتاعتها والنعيم، بل سيسكن فين؟ في القبور كما سكن قبله من المعتدين بعد ذلك. رسل لويس التاسع اللي بعتهم عادوا يصفون له ما رأوا من المصريين وما هم عندهم من عزم ومصرين على القتال، فخاف طبعا لويس التاسع عندما رأى جنوده يغضبون والجوع يبدو عليهم، وقرر أن ينسحب مسرعا إلى دمياط. وبالفعل كان هذا في بداية العام الهجري الجديد، وكان المسلمون يحتفلون في بدايته، فرأوا أن لويس التاسع ينسحب مسرعا هو وجنوده إلى دمياط، ولم يتركه طبعا جنودنا، وقاموا خلفه في سرعة الرياح المشاة والفرسان ماشي، وفعلا استطاع الجيش المصري أن يلحق بهم عند فرسكور، وقامت معركة شديدة وقتل طبعا المسلمون عدد كبير جدا جدا من الفرنج وجنود لويس التاسع الذي لم يكن يستطيع أن يحسن ضربة ولا طعنة، ولم يجد المعتدي اللي هو لويس التاسع ده سوى الفرار، يعني هرب وترك خلفه جثث كتير جدا جدا من جنوده إلى قرية منية أبي عبد الله على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط، فين؟ في فرسكور وشرمساح. العدد الكبير جدا اللي استطاع العرب أن يقتلوه، وهرب هذا الجبان الذي يسمى لويس التاسع، ولكن طبعا المصريون لم يتركوه فاستطاعوا القبض عليه في قرية منية أبي عبد الله، وسيق إلى السجن ماشي، وحبس في دار ابن لقمان الموجودة في المنصورة، وعين الطواشي صبيح الحارس يعني لمراقبته وهو في الأغلال وفين في القيود. هذه الأخبار الجميلة كلها وصلت إلى شجر الدر وهي فرحة وسعيدة في الوقت اللي كانت مارجريت زوج لويس التاسع في أشد الحزن والغضب، لأن المصيدة التي وقع فيها زوجها وهو من معه من الفرنج قد أحكمت عليهم ولا يستطيع منها النجاة. فقال الشجر الدر الذي يأتي بالأخبار: أخبروني ماذا فعلتم بلويس ملك فرنسا هذا المسكين الذي كان يعتقد أنه سوف يكون ملك مصر، ويعد زوجته أن تكون هي أيضا ملكة، وتكون شجر الدر بالنسبة لهم هي الجارية التي تخدمهم. فقالوا لها: يا مولاتي، إنه في السجن عند الطواشي صبيح في دار ابن لقمان. ثم سألت: وأين أخواه لو أنجوا وبوتي؟ قالوها: أيضا يا مولاتهم في السجن، يلعنان من فكر ومن دبر ومن أشار لهم. تمام، وبرضو في أشد الغضب من لويس التاسع. ثم سألت: والأسرى؟ قال: الأسرى جميعهم في السجن يا مولاتي ماشي، وقد انتصرنا عليهم انتصارا شديدا. ثم سألت في نوع كده من الخبث منها: وأين السلطان العزيز توران شاه؟ قالوا لها: السلطان يا مولاتي توران شاه الآن في القلعة بتاعته اللي هي في فرسكور، يعني يولي من يشاء ويعزل من يشاء، وبين الخمر والنساء والحياة اللاهية، ويفرق الإقطاعات ويحاسب الأمراء بشدة، وقد انتهينا من المعركة كما أمرتي وانتصرنا، فالآن اسمحي لنا بأن إيه ننفذ ما اتفقنا عليه. وبالفعل قام هؤلاء الأمراء بعدما ابتسمت لهم شجر الدر ابتسامة عريضة، يعني كانت بتأذن كده ببدء العمل ان هم يخلصوا على مين؟ على توران شاه بسبب الظلم الذي ارتكبه في حقهم.
انصرف فعلا الجنود مسرعين إلى فرسكور، واقتحموا على توران شاه برجه الخشبي، فضربه بيبرس ضربة شديدة بسيفه، فقطعت قطعت أصابعه، فلم يجد مفرا من الموت إلا أنه احتمى وصعد إلى أعلى البرج، ولم يشأ الأمراء المماليك أن يصعدوا خلفه، بل أضرموا وأشعلوا النار في البرج من أسفل. تمام، لم يجد طبعا مفرا من الموت إلا أن يلقي بنفسه في الماء، فألقى بنفسه في الماء، ولكن أيضا الأمراء المماليك لم يتركوه وقفزوا خلفه في الماء حتى لحقه أقطاي، فضربه ضربة بسيفه ماشي وقتله في الحال، وكاد أن تفصل رأسه عن جسده. ثم خرج أقطاي إلى الخارج وهو يقول: هذا جزاء الظالمين، جزاء من أعناه وساعدناه، ثم استدار علينا بالأذى وترك جثته تغوص في أعماق الماء. ماشي، وده نتيجة طبعا ما فعلوا بهم من توران شاه، ونتيجة الظلم الذي قام به، ولم يقدر لهم ما وقفوا وما فعلوا، لأنهم استطاعوا هزيمة لويس التاسع ومن معه، ولكنه استدار عليهم بالأذى، فكانت نهايته هي الموت على يد مين؟ على يد أقطاي. وبموت طبعا توران شاه فرغ عرش السلطة من الملك، وبدأ الأمراء يفكرون في الملك الجديد من يكون. وصراحة يعني هنهيأ كده للفصل الخامس عشر، الجميع طبعا أخذوا يتشاورون ولم يطل بهم الأمر، فاتفقوا أن الملك الجديد هو مين؟ هو شجر الدر، بعدما خلع عرش السلطنة الرسمي. ولكن الأمراء أخذوا يتشاورون، ولكن كيف ستخرج شجر الدر إلى الناس وستكلمهم؟ هل ترضى بالسفور وكشف الوجه أمام الناس، أم تتحدث من وراء الستار؟ طبعا الأمر صعب إن هي تتحدث من وراء الستار أو ترضى بالسفور. فقال الأمراء الأمر سهل، لا ترضى بالسفور، ولكن تختار أحد الأمراء منا يقوم هو بزواجها، وهي التي تختار، ثم يبلغنا أوامرها ونحن ننفذها. وبالفعل تركوا لها الاختيار، فاختارت شجر الدر عز الدين أيبك التركماني ليكون طوع إرادتها، لأنه وجدت أن فيه صفات لين العريكة وسهل الطباع، وتستطيع من خلاله أن تحكم مصر. ولكنها بدأت بعد ذلك تفكر في المشكلات التي يمكن أن تواجهها، مثل ورد المنى ونور الصباح وسوداء بنت الفقيه، متأكدة أن هؤلاء العقارب لن يتركوا لها الخيار الكامل، كما أنها فكرت في أمراء بني أيوب وفي المشكلات، وفكرت أيضا في الخليفة العباسي الذي لا يستطيع أحد أن يحكم دون موافقته. أثناء تفكيرها في كل هذه المشكلات وصلت لها رسالة تأثرت لها كثيرا، هذه الرسالة كانت من مارجريت زوج مين؟ لويس التاسع، بتشكو لها انها امرأة وبعيدة عن وطنها وعن اهلها وعن زوجها، وتطلب منها ان تسامحها وان تترك زوجها مقابل ما تفرض من المال. تأثرت فعلا شجر الدر وقررت ان تتركه، ولكن مقابل دفع جزية كبيرة حتى نملأ بها خزينة البلاد، بدلا من ان اراقة الدماء لن يستفيدوا منها شيء. وده فعلا كان تفكير منطقي من مين؟ من شجر الدر. فأرسلت بالموافقة وطلبت منهم أن يدفعوا 400,000 دينار وأن يتركوا دمياط ويتركوا المدن التي معهم. فرحت جدا طبعا مارجريت بهذا الخبر، ولكنها طبعا أعادت إليها مرة أخرى أنها لا تملك هذا المبلغ الكبير في هذا الوقت حاليا، ولكن سندفع النصف حاليا والنصف الآخر عندما يعودون إلى فرنسا. وبالفعل أيضا وافقت من شجر الضر وعلى إطلاق السراح. وبالفعل بدأ فعلا الفرنج يعدون العدة ويجهزون المال، وفقد شجر الضر، وفعلا حان وقت خروج من لويس التاسع من دار ابن لقمان إلى الفناء الفسيح إلى الطريق، وهو لا يصدق أنه لا يزال حيا، وأيضا أخوته لا يفكرون أنهم لا زالوا
أحياء، وطبعا الجميع من المصريين ينظرون إليهم بالفرح والشماتة، والطواش صبيح ينظر أيضا في سخرية إلى مين؟ إلى لويس التاسع. وحفظ المصريون أبيات من الشعر ألفها الشاعر جمال الدين ابن مطروح سخرية في مين؟ في الفرنج، ويقول أنه أتيت مصر تبتغي ملكها وتحسب أن الزمر يطبل ريحه. فحفظ المصريون كلهم هذه الكلمات الجميلة حتى شجرة الدر نفسها، وأخذت تردد هذا النشيد الساخر ضد الفرنج، وكل من في دمياط كانوا يرددون هذا النشيد الساخر. وشجرة الدر في قصرها أيضا تبتسم، ولكنها أيضا مشغولة وفكرها سابح في المشكلات الأخرى التي كانت تفكر فيها، واللي بالفعل بدأت تطل هذه المشكلات برؤوسها، وخاصة من جانب إيه؟ الشام. كده نكون انتهينا من شرح قصة طموح جارية. كل عام وأنتم بخير. كان معكم مستر أحمد رجب، والسلام عليكم ورحمة الله.